السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا مواليد برج الميزان، صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. انزل في الكومنتات واكتب سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وربنا هيجازيك خير وهيديك بتحقيق نيتك وتحقيق حلمك. بتعاني من سحر، بتعاني من قرين، بتعاني من تبيعة، من اي مشكلة بتعاني منها اكتب تم، يوصلك لينك قناتنا التانية اللي هيكون عليها العلاج باذن الله. كل المطلوب منك يا برج الميزان ان انت تستمتع جدا بالقراءة بتاعتك، ونشوف توقعاتك، تحذيراتك، تبشراتك، كل ما يخص حياتك هنتكلم فيه مع بعض، ونشوف ايه الاصدارات الجديدة اللي عندك مع الاحداث الحلوة اللي هتكون باذن الله عايمة على جميع التوقعات وجميع التبشرات. ما تقلقش يا برج الميزان، عندك اخبار حلوة وفرحة دايما، وهنشوف مع بعض دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. طيب مش هقول لك بقى اخيرا هتوصل للهدف ولا اخيرا هتوصل للحلم، بس انت عندك اخبار حلوة، والاخبار دي هتجيلك عن طريق حد، والحد ده انت قلبك متعلق بيه، وزي ما يكون بقى مين هو الشخص ده. انت بس مشكلتك ان انت دايما حاسس ان انت ما عندكش حظ، مشكلتك ان انت دايما حاسس ان انت لوحدك، وان انت ما بتعملش اي حاجة. كل اللي مطلوب منك الفترة اللي جاية دي تجدد. طيب هتجدد ايه؟ مش هقولك تجدد علاقات، ولا هقولك جدد حاجات مستحيل تجددها، لا، جدد اصدقاء، جدد حياة جديدة داخل نفسك، اعمل الحاجة اللي انت بتحبها. نجمك خفيف وحظك قليل في العلاقات العاطفية، وعشان كده حزين، وعلشان كده ما عندكش استكمال في امور ابدا. ارتبطت اكتر من مرة وما حصلش نصيب. اتنين بيتفقوا عليك خاينين، اتنين بيتفقوا عليك خاينين، مش حابين لك الخير، ولا حابين ان انت تكون في المكانة اللي انت فيها. اديت كتير ناس ما تمرش فيها العيش والملح، وصدقني خانوك، وده اللي باهين لك قوي انه حصل عندك خيانة. الوقت اللي انت فيه ده مستني اي دعم، مستني اي حياة جديدة. دلوقتي في طريق سفر، في راحة غير اللي انت فيها دي، يعني في حاجة مختلفة، بس في تردد، في تردد بقطع علاقة، في تردد بتغيير مع حد في حياتك، الله اعلم، بس في عندك حاجة جديدة او امور جديدة. في شخص انت قلبك متعلق بيه، الشخص ده كان دايما يحصل ما بينك وما بينه تطشات، ده يحصل ما بينك وما بينه ذكريات كتيرة، وعشان كده بتفكر في الماضي جدا. في كمان هنا طاقة فرج، طاقة فرج، طاقة مال، طاقة حد جديد، الله اعلم. في بدايات جديدة وانت هتحس بيها من نفسك. في كمان ابداعات عندك، الابداعات دي هتكون تغيرات حلوة وعامة للحياة بتاعتك. في كمان حزن انت في قلبك شايله وبتطبطب على نفسك بنفسك. في ذكريات حلوة، الذكريات دي لسه هتيجي عندك ان شاء الله مع حد جديد زي ما قلت لك. بس في هنا ثقافة عندك، انت ثقافتك عالية، انت روحانياتك عالية، الله اعلم، بس انت حاسس باهمال من الشريك، باهمال من حد عندك انت عزيز على قلبك، مع انت في مواقف بينك وما بينه. في كمان حقيقة عايز تعرفها، الحقيقة دي في حياتك عايز تعرفها هي ايه، عشان عندك بعض الامور العراكيل عندك، بس في نفس الوقت هيكون عندك اخبار هتديك دفعة لقدام مع مساعدة لحد. في كمان هنا كلمة شكر، الشكر دي هتكون ليك انت ولا انت هتشكر حد، الله اعلم، بس انت عندك اعتذار، انت هتعتذر لحد او في حد هيعتذر. وعايز اقولك على حاجة، ان انت فقدت حد عزيز على قلبك، حد انت كنت بتحبه جدا. الحد ده مش هقولك ان هو عكر مزاجك، الحد ده مش هقولك ان هو قلب من امورك، بس انت نفسيتك تعبانة بسبب ان الشخص ده بعد عنك، الشخص ده حط بينك وما بينه نقطة، حط بينك وما بينه حدود، الله اعلم، بس انت حسيت قد ايه الاختلافات عندك كانت مختلفة. في امور، في عندك شجر احلام بشجر، او انت عندك شجرة هتحصدها، والشجرة دي هتكون فيها يعني مش هقولك ان هي هتكون فيها مشاكل، بس هيكون فيها تحديد امور كتير جدا هتوضح عندك.
باختصار انت هتكون حياتك رهيبه الايام اللي جايه، هتكون في طاقه ايجابيه، بس ابعد لي عن طاقات التردد اللي متوزعه على حياتك. طاقات التردد دي اذياك انت، مش اذى حد تاني، بس مسيطره على اطفال عندك، مسيطره على حد عزيز على قلبك. مين الشخص اللي دايما ما بيحكمش بالعداله، دايما بيحكم بدماغه هو، او شايف العداله من ناحيته هو بس؟ في حاجات بتحصل معاك كتير، خلي بالك في مشاكل صحيه معاك انت بتعاني منها، وان شاء الله باذن الله هتكون في يعني موضوع جديد. الموضوع ده انت لازم من البدايه تحط النقط على الحروف. عندك شمعه، شمعه هتنور طريق ضلمه لمده في حياتك، الشمعه دي هتكون انت اللي هتولعها مش حد تاني، وزي ما قلت لك في اعتذار وفي طاقه ايجابيه، بس انت هنا مطعون في ضربه قويه واخدها، والضربه القويه دي من حد كان في حياتك، ضربة قوية جدا، بس انت اعلنت حرب، اعلنت ان انت ترمي السهم بتاعك، اعلنت ان انت تعمل حاجات كتيرة جدا مختلفة غير الاول. في كمان مشاعر قوية جدا انت مرتبط بيها، في كمان صبر، يعني انت صابر جدا ومنتظر تحقيق الاحلام بتاعتك بفارق الصبر. الوضع الحالي في مشاعرك متردد ومتقلب، علشان خاطر انت شايف دايما ان انت زي ما قلت لك لوحدك، ان انت مفيش اي حد جنبك او بيدعمك. عندك يعني لاما انت لاما عندك حد في ضيق او في خنقه او في طاقه سلبيه او في تردد، الله واعلم، بس عندك اثبات وجود مع احداث حلوه، مع اخبار هتعوم على جميع توقعاتك. خلي بالك عندك حد هيقف معاك بمكالمه وهيرفع من معنوياتك جدا، علشان انت محتاج اي حاجه فيها امور حلوه. كان عندك علاقه وانفصلت منها بسبب ضغط وبسبب ان ايه، يعني حصل مقارنه عندك، خيروك بين حاجه وانت خيرت حد بينك وبين حاجه، الله اعلم، بس انت في حد ماشي عندك بالعكس، حد مش ماشي مع على دماغك، مش ماشي على هواك، لا هو ماشي معاك بعكسك، فعشان كده انت خلاص حسيت ان انت صابر، حسيت ان انت استحملت، حسيت ان انت في اختلافات بينكم، وخلاص عايز تاخد القرار اللي هيغير من حياتك، عشان حاسس ان انت مأذي. طيب مين انت عايز تقولي كلمة مين؟ انت وحشني، او كلمة او اشتياق، او في لهفة عندك لأولاد لأحبة، الله اعلم، بس انت عندك اشتياق وعايز تتكلم مع حد في حاجه، في حاجه عاطفيه، يعني تقول لحد ارجع لي، تقول لحد تعالى نكمل، الله اعلم، او في حد عايز يقول لك كده. فما تشغلش بالك باي مواضيع شخصيه، اشغل بالك ان انت تطلع نفسك من المشاكل والضغط. انت صريح جدا في مشاعرك، صريح جدا في افعالك، ودايما حياتك حاسسها ان هي كتاب مفتوح لاي حد، وده اكبر غلط جدا. خلي حياتك مقفوله، علشان الطعن والغدر مش هيجي لك غير من المواقف اللي انت واخد على خاطرك منها، من اقرب الناس ليك طبعا. وكان عندك قطع علاقات زي ما قلت لك مع اهل. في كمان موقفين انت مش قادر تنساهم، الموقفين دول سايبين لك علامه سودة، سايبين لك غيمه انت مش قادر تطلع منها ولا قادر تطلع نفسك منها، بس ما تقلقش، انت في انتظار حلو او في طاقات ايجابيه مع دعم حلو، ان شاء الله باذن الله هتحصل. في كمان حد برضه هيدخل حياتك جديد، الحد ده هيكون برضه هو كمان صريح، وهيكون واضح جدا في حياتك، وهيكون اموره فيها طاقه فرق وفيها حب وحنان لجميع التوقعات عندك وجميع الاحداث. انت ذكي جدا، بتربط الاحداث ببعضها وبتطلع النتيجه اللي انت محتاجها، بتطلع النتيجه اللي تنطبق عليك، بس دايما حاسس بالحزن، حاسس ببعد الكركبه، حاسس ان مفيش حد في صفك، وعشان كده عندك نغزه في قلبك، والنغزه دي طبعا اسبابها مواقف كتير حصلت، بس انت حصل ترقمات عندك، انت ما كنتش بتحب تشيل من حد، ولا كنت بتحب ان حد يتكلم معاك بطريقه مؤذيه، بس يعني قطعت وحطيت حروف مع نقط مع تغيرات لحياتك، علشان خاطر انت طلعت السلم وقدامك نقطة واحدة بس، وتوصل للطريق النهائي اللي هيكون لحياتك ان شاء الله بإذن الله. طيب اليومين دول انا شايفة لك اسئلة كتير، بتسأل نفسك اسئلة كتير، او في حد بيسألك اسئلة كتير، الله اعلم، في بعض المواضيع عندك، في بعض الاخبار عندك، في كمان مراقبة، طاقة مراقبة من حد بيراقبك، حد حطك في دماغه بطريقة كبيرة، حد بيقولك انا جنبك ما تقلقش، او بيقولك مهما تروح ومهما تيجي انا هفضل واقف معاك، انا هفضل عايش في خيالك ومش هسيبك في حالك. في هنا بلوك
البلوك ده من حد كان على السوشيال ميديا بينك وما بينه، كان طرف تاني في حياتك، او كان في حد في حياتك وقطعت علاقتك بيه، او طلعت نفسك من المشاكل اللي هو فيها. وخلي بالك انت كان في حد بيستغل مشاعرك اتجاهه، كان بيحب ياخد منك فلوس، او كان بيعشمك بحاجات وانت تخنت واتخزلت منه خزلان كبير جدا. انت نفسك تفهم، نفسك تفهم ايه مين اللي بيحبك ومين اللي جاي عليك، وايه الاقنعة اللي انتوا لابسينها ولابسينها ليه وازاي. فعشان كده عندك اسئلة كتيرة. خلي بالك انت هيكون عندك اكتمال موضوع. طيب هل ترى اكتمال الموضوع ده هيكون ارتباط ولا هيكون خطوبة ولا زواج؟ الله اعلم. هيكون عندك اكتمال في خطوبات جديدة، بس خلي بالك من نفسك الايام اللي جاية، وخلي بالك من اي احداث جديدة في حياتك. ومش هقولك اربط للاحداث عشان ما تدخلش نفسك في طاقة سلبية، لا، بس حاول ان انت تشغل بالك بحاجات مختلفة. اعمالك المادية هتكون متعلقة، علشان هتربط بعض الامور مع مكالمة حلوة هتسعدك وهتريح قلبك. بس بلاش كسرة القلب اللي انت بتمر بيها، وبلاش الغدر اللي حصل في حياتك اكتر من مرة، واستقبل الامور الحلوة اللي جاية لك وهتكون قادمة لحياتك مع الحب الجديد، مع يعني مع الامور اللي هتكون مرتبطه بكل الاحداث اللي عندك. هيكون فيها توفيق، فيها امور حلوه. في كمان بعض الكركبه، بعض الكركبه. بلاش تحس ان انت دايما كنت بتضحي من اجل ترضي اطراف اخرى، لا، انا مش عايزاك تفضل طول عمرك تضحي. حط نقط على حروف، وازن علاقاتك، وازن امورك، وازن حياتك، وازن كل خطوه في حياتك. اسس، اشتغل، عافر، جاهد، اوصل للحلم، اوصل للهدف. عايزك تعتمد على نفسك وما تعتمدش على اي حد. خطط ونفذ برأيك انت وبدماغك انت، بحياتك انت مش بحياة اي حد. اثبت وجودك بنفسك. في كمان محادثات بينك وما بين حد، محادثات، في كلام بينكم، او هيبقى في كلام بينكم الايام اللي جاية. طنش وارمي ورا ظهرك، ده انا انصحك بكده. في اوجاع في جسمك بتظهر مع تناقض شخص، في حد بيناقضك دايما زي ما قلت لك، وحد كده بيحس ان هو يعني عايز يفوز عليك. بس انت بقى بتقول على مين؟ عليا وعلى اعدائي، حد ممكن يأذيني من بعد اللي حصل في حياتي. في حد هنا انت بتحب تتكلم معاه، الحد اللي انت بتحب تتكلم معاه ده حاسس ان هو بيحبك، هو فعلا بيحبك، بس مش هيفضلك، يعني مش هيفضلك على نفسه. كلامي واضح، مش هيفضلك ابدا على نفسه. هو فعلا بيحبك، هو فعلا بيحترمك، هو فعلا بيحبك، بيعزك، بس بتلاقيه بيحس ان انت بتعكر له مزاجه، او بتشغل باله بامور هو ملهوش ان هو ولا ليه رأي فيها ولا ليه اي حاجة. في كمان هنا ارتباط، ارتباط بام، ارتباط باب، ارتباط باخ، الله اعلم. او انت فقدت حد عزيز على قلبك، او عزيز على حد. فما تقلقش عشان عندك ارباط في احداث، عندك امور هتكون جديدة. بلاش الفراق اللي في حياتك، غير من نفسك. عندك خبر حمل، او طفل بيتعبك، او طفل دايما بيعكر مزاجك. في كمان هنا حد شايفك توأم روحه، في حد شايفك ان هو يعني ان انت توأم روحه جدا، ان هو شايفك مختلف في حياته، شايفك كمان توأم لبعض التصرفات عنده. فحياتك العاطفية كلها هيكون فيها تحسن الايام اللي جاية. بس انت ليه اللي شاغل بالك؟ انت اللي شاغل بالك بامور ملهاش اي لازمة. في ناس كتيرة جدا سيئين في حياتك. الناس السيئة دي قلبهم حقود وانت قلبك طيب، يعني هم قلبهم حقود اسود وانت قلبك طيب، بس انت مأمن لهم وبتحبهم، بس انت لسه ما اكتشفتهمش، لسه ما حدش اكتشف الاشخاص دول اللي كانوا عاملين لك مشاكل. امشي من وش اي حد ممكن يعكر مزاجك، امشي من وش اي حد
لو كان خاين او حسيت ان الشخص ده مفيش فايدة في حياته، وان مفيش فايدة في وجوده، يعني مفيش انت مش مستفاد منه، دايما بيعكر مزاجك، دايما بيأذيك، فياريت تبعد عنه وتبص لنفسك، علشان انت اللي مدخل لنفسك طاقاتك السلبية، انت اللي مدخل لنفسك العراقيل اللي انت فيها. حب نفسك، حب حياتك، انصح نفسك بنفسك، ما تستناش حاجة من حد ابدا، وبلاش الخوف اللي على الفاضي وعلى المليان في حياتك ده، علشان انا شايفاه لك خوف بطريقة كبيرة. في كمان اخبار هتوصلك عن طريق سفر، او هتسمع حاجة عن حد بقاله مدة غايب عنك، بقاله مدة بعيد عنك، هيبقى فيه مكالمات، فيه مناقشات في موضوع زواج، في دراسة، في اللحظات اللي انت هتحس فيها خلاص بالاحباط، هتحس بيها ان انت خلاص لوحدك وان مفيش حد جنبك، هي اللحظة دي اللي هيكون فيها وضوح عندك مع بعض الامور اللي هيكونوا في حياتك، هيكونوا واضحين جدا. فاللحظة اللي انت هتحس فيها مفيش استقرار، هي هتكون لحظة البداية لأحلامك، هي هتكون لحظة البداية لأفعالك. ابعد لي عن اي ذكرى وحشة، ابعد لي عن اي عراقيل ممكن يكون موجود في حياتك، ركز بس على الهدف، ركز بس على الحلم. في ناس كتيرة جدا خلي بالك وحشة في حياتك، حبالك الاذى، حبالك الغدر، حبالك الظلم، مش حابين تكون ان انت ناجح او احسن منهم. خلي بالك من ان انت هيكون عندك حد هيربط لك احداثك ببعض، والحد ده هيدعمك. تحياتي ليك، واتمنى لك السعاده والاخبار الحلوه. بتعاني من كريم، من سحر، من تبيع، اكتب تم يوصلك لينك قناتنا التانيه اللي هيكون عليها العلاج. تحياتي ليك.